وفي موضوعنا الطبي لليوم موضوع جدا هام، رح نتعرف على عالم وطبيب أسترالي فك لغز القرحات المعدية من سنوات. شوف التقرير وبنرجع لكم مع دكتور ينال. سلام. باري جيمس مارشال طبيب أسترالي حائز على جائزة نوبل في الطب لعام 2005، قام بالشراكة مع الدكتور روبن وارن باكتشاف علمي تاريخي أنقذ حياة الملايين حول العالم، عندما اكتشف بأن وجود نوع معين من البكتيريا المعروف بهيليكوباكتر بايلوري هو سبب جذري وأساسي لتشكل القرحات المعدية في الجهاز الهضمي. هذا الاكتشاف ساعد في تحديد الصلة بين عدوى المعوية البوابية وسرطان المعدة، كما جاء في وقت كان الخبراء بيؤمنوا بحقيقة أن التوتر اليومي والأطعمة الحارة والكثير من الأحماض هي اللي بتسبب القرحة الهضمية. نستقبل معنا دكتور ينال سلام، اختصاصي امراض باطنيه. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلين، صباح الخير. كيفك؟ تمام. اليوم رح نحكي عن موضوع كثير هو اغلب الناس ما بتعرف عنه، انه القرحات المعديه سببها مش الدخان او الحمضيات اللي عم ناكلها او حموضه المعده الزايده، سببها هو بكتيريا مثل ما تعرفنا عليها بالتقرير التالي. شو هي التفاصيل شوي اذا فيك تعطينا عن اللي ممكن كمان كيف تتطور التقرحات هذه الى سرطان بوابه المعده؟ تمام. هلا اول شيء مثل ما ذكرت بالبدايه انه نحن القرحه المعديه بتتشكل، ممكن تتشكل من شغلتين، البكتيريا الاتش بالوري اللي ذكرت بالتقرير، والشيء الثاني هو الحبوب المسكنات بشكل مزمن النسيدز مثل الايبوبروفين الفولترين وشغلات ثانيه. هلا اللي بصير انه بصير الاتش بالوري حتسبب التهاب مزمن بالمعدة، غشاء المعدة. هالالتهاب ممكن يتطور لأنه رح يصير في أسيد كتير، حيتطور ل مثل دامج أو ضرر بصير للغشاء تبع المعدة، حيسبب لنا قرحة. مع الوقت هالقرحة ممكن تتحول لسرطانات، فكتير مهم أنه نكشف من بداية الأعراض أنه يكون في عنا البكتيريا تبع الـ H. pylori. كيف تنتقلنا الـ H. pylori؟ عن طريق هلا في كثير نظريات على هالموضوع، اذا بدنا نحكي طبيا هو عن طريق اللعاب ممكن، او عن طريق الفيكو اورال يعني عن طريق البراز. في نظريات كثير انه ممكن تنتقل عن طريق المياه الملوثه، مشان هيك بنشوف عدد اكبر من المرضى بالدول الناميه ديفلوبينج نيشنز، ممكن يصل لحد 90% من الناس. اذا قارناهم بالدول المتقدمه تقريبا 30 ل 50% هي اخر الاحصاءات بهالدول. بالنسبه للاعراض ذكرت انه في أعراض ممكن تكون يعني هي بتبلش بأعراض خفيفة وبعدين تتدرج لأعراض أكثر شدة، شو هي هاي الأعراض اليوم؟ هلا الأعراض أحيانا ممكن تبلش بمغص برأس المعدة مع شوية لعية نفس، ممكن يكون عنده استفراغ المريض، تقل، خسارة بالوزن غير مبررة. ممكن هذا الشيء بعض الناس ممكن يفكروا أنه شيء منيح، شيء منيح بس مو اذا غير مبرر. تمام. اذا الواحد ما عم يعمل رياضه وما عم يعمل دايت وعم ينزل وزنه، لا لازم يسال ليش. لو فقد الشهيه تجاه الاكل، كلها هي ممكن تكون علامات لالتهاب مسببها الاتش بالور. هلا مهم بالذكر انه الاتش بالور مثل ما قلنا موجوده ب 90% من الناس، بس فقط 10 ل 20% منهم حيعاني من اعراض. بال 70% الثانيين ما بيكون ما عندهم اعراض. نعم. وعايشين معها عادي. ومو بالضروره انه هي الاعراض تكون كمان دغري يعني تنتج لقرحه معديه. ايه طبعا، مش يعني بالضروره. لا مو ممكن يكون مع الوقت ممكن يكون حتى التهاب فقط وما في قرحه. نعم. شو هو العلاج اليوم؟ قبل ما نبلش بالعلاج، في طريقة تشخيص كنا عم نحكي فيها أنا وياك قبل شوي، أنه في بعض الأطباء بيعتمدوا فقط على المؤشرات الحيوية عن طريق فحص الدم، لكن أنت بتعتمد على طريقة تانية كمان مختلفة تماماً. هلأ المشكلة نحن عنا ثلاث طرق رئيسية، عنا فحص التنفس وفحص الخروج او البراز، هدول اثنين طريقتين معتمدين لنشوف اذا في عندنا اتش بالوري او فحص التنفس. شو هو بالضبط؟ فحص التنفس بقيس قد ايه هي البكتيريا بتنتج ماده اسمها يوريا، فاسمه يوريا بريث تيست. اوكي. فلما بنقيس قد ايه كميه اليوريا اللي عم تطلع من المعده. اذا كانت عاليه يعني في مشكله. فحص الدم انه فحص الدم اذا انت تعرضتي مره لهالبكتيريا حيبقى بوزيتيف طول الحياه. يعني مثل كوفيد فينا نقول انه بيصير عندنا انتي بوديز ضد مناعه، يعني تماماً. مناعه انتي بوديز. يعني ما بنقدر نعرف هل موجوده حاليا او لا، او هل هي اكسبوزد او لا. وعلى هذا الاساس ممكن ياخذوا كورس انتي بيوتيك، هذا الشيء بيؤدي
تمام، هذا تصرف خاطئ طبعا، انه ما بصير هن من فحص الدم ياخذوا كورس انتيبيوتيك بدون ما يتاكدوا من فحص تنفس او فحص بالخروج. بالنسبه للكورسات الانتيبيوتيك كثير مهمه انه نحكي فيها، لانه اليوم عم بتزيد الريزيستنس او طبعا المقاومه ضد الانتيبيوتيكس او مضادات الحيويه، وبالذات في معالجه الاتش بايلوري لانه مدتها طويله. احكي لنا شوي عنها. هلا المشهور بعلاج الاتش بايلوري هو التريبل ثيرابي او العلاج الثلاثي اللي كنا نعطي. فكان بيتكون من انتيبيوتيك اسمه كلاريثرومايسين والاموكسيسيلين وحامل المعده بناخذه مرتين باليوم. هلا الكلاريثرومايسين بمنطقتنا بدولنا في عليها كثير ريزيستنس او كثير مقاومه لهالانتيبيوتيك، يعني فينصح هلا انه ما نعطي العلاج الثلاثي، يعني الجسم ما بيتجاوب له، ما بيتجاوب معه او بتعطي الكورس وبيفشل، بتلاقي رجعت البكتيريا من اول وجديد بعد فتره قصيره. فينصح في عنا علاجات ثانيه مثل العلاج الرباعي ممكن نعطيه لهدول المرضى. وكثير مهم بعد ما نخلص العلاج اللي هو بتكون تقريبا 10 ل 14 يوم حسب العلاج، بعد 6 اسابيع من انتهاء العلاج انه نعيد التحليل ونتاكد نفحص التنفس ونتاكد انه راحت البكتيريا وما زالت موجوده. هلا هي بتضل بالجسم لفترات لسنوات طويله وبعدين تظهر، ولا كيف؟ هلا هي ممكن يعتقد انه هي بتنتقل من الطفوله، فمشان هيك بنلاقي عيال والاخوان والاخوات بيكون كلهم عندهم عن طريق اللعب مثلا بالتراب او عن طريق اللعب. في وحده من النظريات عن طريق اللعب من التراب، احيانا من المي الملوثه، مية الشرب الملوثه، ففي كثير نظريات تجاه الموضوع. هلا المهم بهالموضوع انه نحن في بعض الـ كمان الابحاث بتقول لك انه ممكن اتش بايلوري تكون شيء مفيد للجسم لو هي ما عامله اثار، يعني لو مو عاملة أعراض التهابات قرحة سرطان، فممكن يكون فيها إلى أثار كويسة لجسم الإنسان. مشان هيك نحن ما بنعمل سكرينينج، ما بنعمل مسح لكل الناس، يعني ما بنعمل لهم كلهم. إذا ما عندك أعراض ما بنعمل فحص الاتش بايلوري، بنعمل فحص الاتش بايلوري فقط للي عنده أعراض. ثانيا إذا عملنا مسح لكل الناس وعطينا كل الناس اللي عندهم أنتيبيوتيك حتزيد مقاومة الأنتيبيوتيك، بالتالي حتطور نفس البكتيريا لسترينز مقاومة للأنتيبيوتيكات بشكل عام. شو هي الأشياء اللي لازم نبتعد عنها بفترة العلاج لحتى نقضي بشكل تام على البكتيريا؟ مثل ما ذكرت بأول حلقة، في شغلات عنا بتزيد الالتهاب المعدة مثل الدخان، الاسترس، الأكلات الحارة السبايسي الحمضيات، الشوكلت من الشغلات اللي بتزيد. كيف بدنا نحرم حالنا من الشوكلت؟ هدول الشغلات من نخفف منه قدر المستطاع لنخفف التهاب المعدة. هل الشوكلت اللي فيه كتير سكر، أما الشوكلت اللي مثلا ما فيه سكر أبدا؟ الاثنين، ولكن اللي فيه سكر طبعا أكثر، يعني لأنه السكر بتغذي البكتيريا طبعًا كمان طبعًا. التدخين يمكن نمبر 1 اون ذا ليست، التدخين والستريس. الستريس ناس كثير عندهم ستريس عالي طبعا، خاصة ما في ابدا ستريس، خاصة بدولنا في هالستريس العالي ممكن يأثر سلبيا على قرحة المعدة. انا عم بحس انه كل دكتور بيجي لعنا بنحكي عن موضوع معين بيقول لي الستريس هو نمبر 1 لسبب لكل شيء، فخلينا نخفف ستريس شوي بهالفترة. تماما خاصة المخ مربوط بالجهاز الهضمي، في عندنا شغلة اسمها البرين جوت اكسس، ان كان قرحات، تشنجات، قولون عصبي، كله هذا مربوط بتفكيرنا والستريس. اكيد. شكرا كثير لك على هي المعلومات دكتور جنال، كانت جدا مفيده، واللي عنده حاسس بهي الاعراض اليوم لازم يروح يعمل معاينه. أكيد. شكرا. طبعا ننتقل لهاني ورندا. شكرا جزيلا، شكرا.